ينضم إلينا الكاتب وعضو مجلس الشورى السابق الأستاذ حمد القاضي عبر سكايب. أهلا بك أستاذ حمد. ما بين الكتاب الورقي والكتاب الإلكتروني، من هو خير جليس في هذا الزمان برأيك؟ يا مرحبا. أول شكرا على طرحكم الموضوع، ترى لا زال مدار حوار. خليني أشوف الشيخ الشاعر ابن عثيمين يقول، يمكن لا يكون انتهى، لكن هذا بيقول: جعلت سميري حين عز مسامري صحائف أملتها العقول النوابغ. أعود للإجابة على سؤالك. أنا في تقديري أنه الآن وسائط التقنية أسهمت في انتشار الثقافة، سواء وفي تسويقها، سواء عبر الكتاب، عبر أي وسط تقنية يرغبها القارئ، وكل مثل ما يقول مثلا ينام على الجانب الذي يريحه، كل واحد يقرأ بالوسيلة التي يريدها. أنا اللي يهمنا انتشار الثقافة وبقاء القراءة، مثل لا يهم الإناء اللي يوضع فيها الطعام تماما، لا يهم شكل الكتاب أو شكل الكمبيوتر أو أي، المهم القراءة يعني تبقى ومستمرة. أمر آخر، أنا في تقدير لا تقاطع بين الكتاب والوسيلة التقنية إطلاقا. لماذا؟ كل واحد، أنا أميل أقرأ في كتاب مطبوع أمام الكتاب، أريد أقرأ عبر الكمبيوتر أو الآيباد أو عبر الجوال، هذا خيار قائم، لكن أهم شيء أنه تبقى عادة القراءة قائمة. سأضرب مثلا لدينا وفي الخارج، في الولايات المتحدة الأمريكية وهي وطن التقنية، طبع في عام 18 ميلادي طبع 540 ألف عنوان كتاب، 540 ألف كتاب. في عام 19 طبع 585 ألف عنوان كتاب. ماذا يعني؟ يعني أن الكتاب مطلوب والمطبوع أقصدنا. والدليل أيضا عندنا مثلا، شوف يمكن أستاذ فرع والأخوان المشاهدين ومشاهدي يعرفون، معرض الكتب الآن اللي الآن توقفت وقد سوف تعود، نلاحظ الإقبال الكبير عليها بشكل كبير. لو لم يكن هناك قارئ ما قيمة معرض الكتب، لو لم يكن هناك قارئ ما طبعت المطابع كتب، لو لم يكن هناك قارئ ما نشرت دور النشر. يظل أن تقدم كتابا جيدا مقروءا أو رقميا، قدم كتاب جيد تجد القراء. هذا عن الكتاب أستاذ حمد، مع أن هناك دراسة في جامعة بنسلفانيا تقول الذين يقرؤون الكتب الإلكترونية يضطرب النوم لديهم ويستيقظون متعبين أكثر من الذين يقرؤون الكتب الورقية والتي يخلدون إلى النوم بشكل يعني أفضل. لكن عن المواقع التواصل الاجتماعي، هناك معلومات ويقرأها البعض، مقالات قصيرة، تغريدات 140 حرف وأكثر، فيديو قصير، هل تعتقد بأنها معرفة سطحية تعطي شعور خادع بالثقافة، أم أنها بالفعل كبسولات معرفية تغني عن قراءة ربما كتب أو مجلدات كما كان في السابق؟ محور جيد. طبعا لا، أنا لا أسميها سطحية، لكن أسميها ثقافة مبتورة. لا يمكن أنك تكون مخزون ثقافي عندك وترتهن لوسائط الثقافة. الإنسان عندما يقدم بحث أو محاضرة أو حتى يكتب مقال لا يعتمد ترى على ما فيديو أو على تغريدة، هذه وسائل سريعة وليست لها تلك الموثوقية مثل موثوقية الكتاب، لكنها تساعد وتساند على القراءة وتعطي شيء من الثقافة، لكن ليست تلك الثقافة العميقة، الثقافة الشمولية، الثقافة اللي تستطيع أن تضيف للإنسان معلومة قوية وجيدة وثابتة. لكن أنا يعني لا أقول لا تقاطع بين وسائل القراءة، لكن يظل الكتاب والأساس. وأضيف على كلامك أنه لو تسبب يعني من ناحية تتعب اليقرأ عبر الشاشة، طبعا الضوء العالي كما يقول أطباء العيون مضر بالعيون في الواقع، تسأم وتمل، لكن عندما يعني تأخذ كتاب بيدك وتقلبه ليست في إضاءة قوية، شاشة بيضاء تزعج عينيك. أنا من الناس أقرأ طبعا عبر وسائل التقنية، وأحيانا أقرأ بعض الكتب، لكن والله إني أسأم جدا وأريد أن يكون الكتاب بين يدي.
كأني أشم عطر الحبر، أقلبه كأني أحتضن شيء جميل بين يدي. هذا جيل أستاذ حمد، يعني لا يبدو أن الجيل الحالي المولع بالتقنية يوافق على هذه الأمور. لدينا موضوع سهولة الوصول إلى المعلومة عبر الإنترنت، والبعض قال بأنه توفر الوقت، وهناك من يقول بأنها تشتت القارئ لأن هناك روابط متعددة، وبالتالي يخرج من موضوع إلى آخر والحصيلة تقارب أو تقترب من الصفر. طبعا انا اقول وسائل التقنيه تعطيك معلومه سريعه. انا والله الحين مكتبتي شبه مهجوره، عندما اريد اكتب مقال او حتى تغريده اريد معلومه موثقه والله ارجع طبعا لجوجل يعني واخذ المعلومه بس اتاكد منها. لا نستطيع ان نغل ان نستغني او نرتهن فقط الكتاب المطبوع او الصحيفه المطبوعه، لا هذا لا يمكن يتم. لكن انا اقصد الثقافه العميقه، الثقافه التي ترسخ بالذهن هي التي لابد ان نرتهن لها. انا الان اقرا في وسائط التقنيه شان غيري، ولا استطيع ان انعزل عن المجتمع، لكن انا اقول في تقديري في المنظور القريب لن يفنى الكتاب. ربما الصحف ربما بدات تتقلص، لا الكتاب يبقى. مثلا شوف كتاب، الى ان تقدم كتاب جيد وستجد القراء. كتاب غازي قصيبه حياه الاداره الآن طبع منه حول 149,000 طبعة، ولا زال يطبع في الواقع. لكن عفوا، هناك كتب صدرت في معارض الكتب السابقة، وإذا كان لدينا مصطلح مثل دودة الكتب عن القراء السابقين وحجم القراءة والمعاناة والجلد فيها، لكن هناك كتب نزلت في معارض الكتاب وهي تغريدات من التويتر يضعها في الكتاب، والجميع يريد أن يوقع فقط. والله كلامك صحيح. هنا يأتي تسطيح الثقافة وتهميشها، كون أي إنسان تغريدات أو أي كلام من مجالس يطبعه في كتاب. هنا الحقيقة إضرار بالثقافة وإضرار بالمنجز الثقافي الجيد. بس هذه هناك هامش حرية، لا تستطيع أن تقول للإنسان لا تطبع كتاب، هو يطبع والسوق هو الذي يحكم مدى الإقبال عليه. والدين مثل هذه الكتب ترى فقاعات، والله لا تبقى ولا تنتشر. لكن عندما تأتي كتب على مستوى راقي ويؤلفها مبدعون أو شعراء أو أدباء تبقى. أما هذه يعني أعتقد أن يعني بعضهم بس مثل ما تفضلت يريد أن يوقع ويكون. هل تعتقد باختصار أستاذ حمد أن الجيل الحالي لديه القدرة على الحكم على جودة الكتاب من عدمها كما كان للجيل السابق أو للأجيال التي تحب الكتاب الورقي؟ هذا جيل لا، لكن هنا تأتي وساطة التقنية. الآن وساطة التقنية الآن تعرف بالكتاب، تسوق الكتاب الجيد في التغريدات، في الفيسبوك، في الإيميل. يعني أنا من تجربتي أنا أقول عن كتبي، لأن كتبي ليست تجارية، كتبي كل الجمعيات الاجتماعية وجمعيات خيرية والحمد لله. لاحظت مثلا كتابي مرافع أضيف الكلمة، وكتابي قراءة في جوانب غازي قصيبة الإنسانية. لاحظت الحقيقة من الكتاب أنا بتغريدات وفي وسائط أخرى وجدت الإقبال عليها. يعني ودي مكتبة جديدة دائما يطلبون مني هذه الكتب. فأنا أعتقد أن التقنية تخدم الكتاب وتسوق له، شرط أن يكون الكتاب ذا محتوى جيد يعني ولا يكون محتوى ردي. أما الناس يعني اعتقد ان الجيل ايضا عنده ترى ثقافة، عنده وعي مواقع التواصل. شكرا. خلت الثقافه فضاء مفتوح للجميع، وشكرا لكم انتم. اشكرك الاستاذ حمد القاضي الكاتب وعضو مجلس الشورى. سابقا ركزنا الحديث على الكتاب، لم نتطرق عموما للمجلات، المجلات الرصينه. شكرا جزيلا لك.